السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من أيام الجمال في راس البر. هنشوف كازينو وشاطئ الجامعة في منطقة الجرب السياحي. كنا شفنا أكتر من مكان في منطقة الجربي، سلسلة الجربي كلها هتطلع لحضراتكم في دايرة الأي. ولأول مرة شفنا كازينوهات الجربي السياحية، هي الكافيهات الموجودة على النيل في بداية راس البر. وأغلب الكافيهات في منطقة الجربي بتتميز بوجود شواطئ نيلية صالحة ومجهزة للسباحة في مية النيل. وقلنا إن المنطقة خدت اسمها من اسم أحد شيوخ الصوفية، وإنها كانت مكان للاستشفاء من خلال الدفن داخل رمال المنطقة، الرمال الجافة اللي كانت بتعالج من أمراض الروماتيزم. دي كانت قائمة الأسعار وأسعار شماسي على البحر، على البحر يعني على شاطئ النيل اللي هنشوفه دلوقتي. كعادة كل كافيهات الجربي بنلاقي صالة وبعدين منطقة ألعاب مفتوحة على الطريق الواصل بين كل كافيهات وكازينوهات الجربي. وبعدين بنلاقي قاعدة البحر أو قاعدة المظلات أو الشماسي على شط النيل. هنا في مظلة ومتوزعة تحتها الأعداد، وفي هنا مجموعة من المراجيح، كنب مرجيحة، لكن كمان في مكان ممكن يتحول لحل اقتصادي لمناسبات الخطوبة والجواز وأعياد الميلاد، وعلى النيل مباشرة. زي ما حضراتكم شايفين في كوشة هنا والدنيا بتتلم. تعالوا بقى نشوف الشاطئ، النزول من هنا. وزي ما شفنا في قائمة الأسعار، الترابيزة والأربع كراسي ب100 جنيه، وهم في منطقة الجربي ممكن يسهلوا شوية في السعر على حسب. في المركب دي ممكن يتعمل بيها رحلات لغاية اللسان، بتروح للسان وبترجع تاني، والسعر بيكون بالاتفاق. بس كده فيديو قصير قلنا نطل بيه على حضراتكم، ونتمنى لكم دايما كل الخير والسعادة وسعة الرزق وراحة البال. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.